مشبع حقيقة بالنفط الخام، ومنظمة أوبك لجأت أكثر من مرة لتخفيض أو تحديد الإنتاج. هذا يساعد على تخفيف وطأة الحدث الذي وقع، إضافة إلى المخزونات النفطية الموجودة لدى السعودية. ولكن يعتمد الأمر أيضا إلى درجة كبيرة إلى متى سيستمر التخفيض إلى النصف، هل سيستمر لفترة طويلة؟ هذا حقيقة هو الذي يحدد توجه الأسعار. فنحن نتكلم عن ما يقرب من 5 مليون برميل أو 6 مليون برميل بالحد الأقصى. حتى الآن الحدث لم يحدث صدمة واضحة في الأسواق، هناك اتفاقيات مستقبلية، هناك اتفاقيات يمكن تأجيلها، وبالتالي سوق النفط الآن بسبب توفر عدد من المنتجين بما في ذلك روسيا بطبيعة الحال فيه من المرونة، وفيه هامش كبير للحركة بحيث أنه يمكن أن يحافظ على نوع من الاستقرار.